نروح للزمالك وسيراميكا كليوباترا. النهارده طبعا سوريو المدير الفني الجديد حط محمد صبحي في حراسة المرمى، المثلوثي والونش وعبد الغني وحاتم سكر، محمد اشرف رؤى قدامهم، ولعب باربعه في وسط الملعب بزيزو وشيكابالا وابراهيم نضاي ويوسف اسامه نبي وسيف الجزيري راس حربه. يعني النهارده شيكابالا لاول مره وفقا لكلام اسيري في المؤتمر الصحفي بيشركوا في وسط الملعب، واشاد باداء شيكابالا في وسط الملعب. ماتش الحقيقه كان طبعا ده الهدف بتاع سيف الدين الجزيري، ده في الدقيقه 11 ارتقى الجميع، حط راسه الحقيقه بشكل اكثر من رائع، وكره لا تصد ولا ترد اوفر من ناحيه اليمين، ارتقى الجميع وطلع لفوق خالص وحطها الحقيقه بمنتهى القوه والقدره علشان يبقى هدف. طبعا رفعت زيزو رائعه للغايه، رايحه ملفوفه، وطبعا ارتقاء بتاع الجزيري اكثر من رائع عشان يبقى ده هدف المباراه الوحيد. الحقيقه انا تصورت انه الزمالك هيزيد من غله الاهداف مع الوضع، في اعتبار برضه ان سيراميكا فرقه مش قليله، لعب ببسام وبيكهام وتقى ومروان صحراوي وشكري ونبيل وكناريا ومحمد عادل، ميدو جابر، محمد ابراهيم وصلاح محسن. الزمالك بعد الهدف اداؤه تراجع الى حد كبير، وقدر سيراميكا ان هو يهاجم الحقيقه بشكل قوي جدا جدا، ما كانش عنده توفيق. ادي طبعا صلاح محسن عمل النهارده ماتش حلو قوي قوي قوي، واداؤه الحقيقه بيتطور جدا مع سيراميكا بعد ما بدا اشراكه بشكل جيد من معين طبعا الشعبان. دي كلها فرص، وادي طبعا مره ثانيه صلاح محسن. وزي ما بقول لحضراتكم اكيد اوساريو هيشتغل على المساله دي. ليه الزمالك لم يتقدم في النتيجه؟ بيتراجع نسبيا في الاداء، نسبيا في الاداء. هو في الشوط الثاني كان افضل شويه، ادي برضه فرصه هدف اكيد. ابص الكره، بصوا يا جماعه دي كره ما تروحش اطلاق اطلاق، يعني ده كان هدف محقق لمحمد عادل طبعا المنتقل من النادي الاسماعيلي بعد مرور رائع من ناحيه الشمال، واتعملت ايه هاف فولي، جات له دواء مش عايزه حاجه، هاف فولي يعني احلى كوره للتسديد اللي بتيجي هاف فولي. هاف فولي دي يعني ايه؟ يعني تلمس الارض وانت وش رجلك جاهز، بص لمست الارض وش رجله جاهز، دي ستريت لاين على طول تروح في الشبكه، وحب يعني يبعدها شويه، ما لبستش في رباط الجزمه زي ما هو عايز. وادي الهايلايتس قدامكم والانفرادات بتتوالى، وصلاح محسن مره ثانيه، صوره بألف كلمه زي ما حضراتكم شايفين. بعد هدف الجزيري الهجمات في اتجاه واحد وهو اتجاه مرمى نادي الزمالك. طبعا مجموعه من التغييرات عملها المدير الفني الجديد، نزل سيف جعفر في الدقيقه 46 مطلع الشوط الثاني بدل من شيكابالا، ونيمار بدل من المثلوثي، وحسام عبد المجيد بدل من عبد الغني، ونبيل دونجا بدل من رؤى، كل دول مع بدايه الشوط الثاني. وبعدين محمد طارق بدل من يوسف اسامه نبيه في الدقيقه 67. تحسن اداء نادي الزمالك نسبيا في الشوط الثاني، وطبعا دي فرصه هدف ضاعت بشكل الحقيقه ما هي بعيده عنه شويه، لكن كان لازم يملى رجله افضل من كده يوسف اسامه نبيه. وزي ما بقول لكم الشوط ده هتلاحظ انه هجمات الزمالك بقت بشكل افضل. وادي ابراهيم نضاي اللي اداله فرصه جيده الحقيقه المدير الفني الجديد، ابراهيم نضاي مره ثانيه ومره ثالثه، لكن متاخر، لكن كان فيها تسلل طبعا، هو كان متسلل واضح جدا، انما انهائه للهجمه برده كان لازم يبقى افضل من كده. هجمات في الشوط الثاني للزمالك افضل بكتير بعد التغييرات اللي حصلت في الاداء، لكن لم يخلو الامر من هجمات خطيره جدا لسيراميكا كليوباترا، لو حكم وش رجله في الكره اللي فاتت دي هدف. وطول ما النتيجه 1-0 النتيجه معلقه، وبالتالي كان ممكن جدا الزمالك يفقد نقطتين النهارده. انا بقول هذا الكلام لما هو قادم بالنسبه لنادي الزمالك. اما على الجانب الاخر فشيكودي بدل من بيكهام في الدقيقه 63، وبعدين الدقيقه 85 ابراهيم ايولا بدل من كناريا، وعمرو قلاوه بدل من صلاح محسن، واخر تغيير كان زلاكا بدلا من ميدو جابر.
لكن الزمالك الحقيقه زي ما انا قلت في الشوط الثاني افضل كتير من الشوط الاول فيما يتعلق باداء الهجومي او حتى فيما يتعلق بالجزء الدفاعي بتاعه. اكيد اوساريو بيجرب وهيقف على افضل تشكيل له بعد كمان ماتش او اتنين. هو لغايه دلوقتي بيجرب بيحط ده بيحط ده بيحط ده، مع التكرار هيفهم كويس قوي مين اللي عنده قدرات هجوميه افضل، مين اللي يملى الملعب دفاعيا افضل، مين اللي تمريراته اكثر خطوره. كل ده حلوه قوي قوي الكره دي حقيقه من ناحيه اليمين، لكن ما لحقهاش زيزو. طبعا زيزو من اهم اللاعبين اكيد في نادي الزمالك. استمر الاداء على هذا الوضع الى ان انتهت المباراه ب 1-0 لصالح نادي الزمالك.